بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، السلام عليكم اصدقائي ورحمة الله وبركاته في درس جديد ان شاء الله على قناة بروفيشنال ايجل. اليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن الليزر، ما هو الليزر؟ ومن هو مخترع الليزر؟ وما هي استخدامات الليزر؟ في البداية مخترع الليزر هو المهندس الفيزيائي الامريكي ثيودور هارولد. مايمان ويعتقد البعض أن مخترع الليزر هو جوردون جولد وهو أيضا فيزيائي أمريكي إذن ما هو الليزر؟ الليزر هو جهاز ينبعث منه الضوء من خلال عملية تضخيم ضوئي تعتمد على الانبعاث المستحث للإشعاع الكهرومغناطيسي تكون فوتوناته متساوية في التردد ومتطابقة في الطور الموجي حيث تتداخل الموجات مع بعضها البعض مما يحدث تقوية للشعاع الضوئي اي انه تكون هناك عملية تركيز للاشعاع بطريقة هائلة لتتحول الى نبضة ضوئية ذات طاقة عالية وشديدة اذا يصنع من الليزر ما يسمى بالدايود الليزري او الصمام الليزري وهو دايود مصنوع من مواد شبه موصلة ويمتاز بحجم واستهلاك طاقة قليلة للغاية ويستخدم في أجهزة الدي في دي والسي دي وفي كافة التطبيقات والأجهزة الدقيقة حتى قدرة ألف ملي واط إذا كيف ينتج الليزر؟ تكون الإلكترونات في مستوى طاقة مثار وتتوفر الطاقة اللازمة للانتقال لانتقال الالكترونات من الحالة الأرضية إلى الحالة المثارة بواسطة مصدر طاقة. عندما يكون الالكترون في حالة مثارة، يمكن أن يتسبب الفوتون الساقط في انبعاث مستحث للإلكترون. حيث ينبعث منه الفوتون وينتقل إلى مستوى طاقة أقل. ولتعريف الفوتون، الفوتون هو جسيم أولي وكمية الضوء وجميع الأشكال الأخرى للإشعاع الكهرومغناطيسي وهو الوحدة الأساسية. أما الإلكترونات فهي عبارة عن جسيمات تحمل الشحنة الكهربائية السالبة. يستخدم الليزر في العديد من المجالات منها الطبي والعسكري وفي مجالات الصناعة. الالكترونيه وقياس المسافات بدقه وكما يستخدم في حاجز الليزر حيث هو عباره عن اليه تستخدم للكشف عن الاجسام التي تمر بخط الرؤيه او الافق ما بين مصدر الليزر والمقدر ويستخدم الليزر عسكريا في القوات الجويه الامريكيه حيث تستخدم القوات الجويه الامريكيه المحمول جوا في طائره بوينغ 747 لاسقاط صواريخ العدو على ارض العدو توجد ثلاث أنواع من الليزر منها ليزر الغاز هو ليزر يستخدم فيه الهيليوم والنيون وغاز ثاني أكسيد الكربون ويستخدم في قطع المواد الصلبة وذلك لطاقتها العالية وليزر سائل أو ليزر الصبغة حيث يستخدم فيه سائل وتذاب هذه الأصباغ عضوية في كحول أثيلي وليزر الصلب حيث يستخدم فيها الياقوت الأحمر النقي والزجاج النيودين نيودينيم واليتريم ويسمى بليزر تي اي جي اذا هذا هو درسنا لهذا اليوم عن الليزر واستخداماته ومن هو مخترع الليزر ومكتشف الليزر بناءا تقبل تحيات من قناه بروفيشنال ايجل تحيات لكم جميعا ارجو منكم الاشتراك في القناه ودعمها تحيات لكم جميعا